مرحبا بكم في بريف سبور. البداية باش تكون بتعينات حكام المقابلات المؤجلة من الجولة الثانية للبطولة الوطنية. غدوة الأربعاء باش يتلعبوا زوز ماتشوات مع ماضي ساعتين ونص. لحساب المجموعة الأولى في ملعب رادس، الترجي الرياضي يستضيف هلال الشابة، مباراة باش يديرها الحكم أمير لوسيف، وعلى أثرها باش يتوج فريق باب سويقة بلقب بطولة الموسم الفارط. في المجموعة الثانية في ملعب بنقردين الاصطناعي، اتحاد بنقردين باش يستقبل نجم المتلوي في مقابلة باش يزفرها أمير العيادي. في المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي باش يتحول نهار السبت لتنزانيا، وين باش يواجه فريق يونغ أفريكانز التنزاني لحساب الدور التمهيدي الثاني مكرر من كأس الكاف. المقابلة باش تتلعب نهار الأربعاء المقبل 2 نوفمبر مع ماضي ساعة بتوقيت تونس. ممثل كرة القدم التونسية الثاني في نفس المسابقة، النادي الرياضي صفاقسي، باش يسافر بدوره نهار الأحد لتوغو لمواجهة فريق كارا توغولي. مباراة باش تتلعب الأربعاء الجاية أيضا، وباش تنطلق مع الأربعاء متاع العشية بتوقيت تونس. نذكروا إلي ممثل تونس الثالث في كأس الكاف الاتحاد المنستيري، باش يستقبل نهار الأربعاء أيضا فريق نهضة بركان المغربي على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. أكد الناطق الرسمي الأولمبي البيجي كريم الحسنيمي لمراسلنا في الجهة أنه الهيئة المديرة حتى التوا مازالت ما اختارت حتى مدرب لقيادة الفريق وتعويض المدرب حافظ الجيتوني، وأنه محمد الإبراهيمي اللي كان مساعد للجيتوني باش يشرف اليوم على الحصة التدريبية للفريق، خاصة أنه الأولمبي البيجي عنده تنقل صعيب لبنقردين نهاية الأسبوع. من جهته أكد مراسلنا أنه خالد بن يحيى مختار العرفاوي ضمن الأسماء المطروحة بشدة لقيادة الأولمبي البيجي في الفترة المقبلة، لكن مازال ما فما حتى شيء رسمي إلى حد هذه اللحظة. محمد الديناري رئيس نادي نجم المتلوي قدم البارح في الليل استقالته من منصبه إلى والي قفصة والكتابة العامة للفريق. الديناري أعلن انسحابه من منصبه للظروف الصعبة اللي تخبط فيها النادي، كما دعا إلى جلسة خارقة للعادة. من الأخبار الوطنية نمر للأخبار العالمية. اليوم باش تلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة الأبطال الأوروبية. مع ستة غير بوع، سالزبورغ النمساوي باش يستضيف تشيلسي الإنجليزي، وإشبيليا الإسباني يستقبل كوبنهاجن الدنماركي. مقابلات السهرة مع 8 متاع الليل، ريال مدريد يحل الضيف على لايبزيغ الألماني، بوروسيا دورتموند مع مانشستر سيتي، بنفيكا ضد اليوفي، دينامو زغرب الكرواتي يلاقي الميلان، سيلتيك يواجه شختر الأوكراني، والبي اس جي يستقبل مكابي من الكيان الصهيوني. كان معكم حمزة بن خليفة في بريف سبور. أكثر تفاصيل تلقاوهم على سيتنا tunisienumerique.com. لايك وبرتاج باش توصلكم أكثر أخبار. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي نسمي.